في بعض الأحيان قد يضطر الإنسان إلى أن يعلن عمله للقدوة حتى يقتدي به الناس، خصوصا إذا كان هذا الشخص في موضع القدوة، فهذا ليس من الرياء، وهذا عمل قليل، حتى يروى في الحديث أن من أظهر العمل لأجل الاقتداء ضوعف 70 ضعفا. ومثله لو عمل السر خوفا من الرياء، أي يضاعف 70 ضعفا. فمن عمل العمل علانية بنية أن يقتدي به الناس، لا بنية أن يكون له حظوة ومكانة ومنزلة في قلوب الناس، ولكن بنية أن يقتدي به الناس ويستفيد منه الناس، فهذا نية حسنة وفعل محمود. لذلك مدار الإخلاص النية، فمثل هذا لا يعد رياء. كذلك إذا إنسان يعلن العمل لأجل عزة الدين ولأجل عزة الإسلام، لا لأجل أن يكون لنفسه شأن، لا، وإنما للدين وللإسلام، في بعض الأحيان تظهر العمل لأجل عزة الإسلام، فهذا أيضا ليس من الرياء. وقد يحمدك الناس فتفرح، لا لأجل شخصك ولكن لأجل الدين. أن الدين أصبح عزيزا في قلوب الناس وفي قلب هذا الذي يمدح، فيفرح لعزة الدين لا يفرح لشخصه. هنا إيش تفريق دقيق بين الأمرين، فهذا لا يعد رياء، بل هذا من إعزاز الدين. والمطلوب من الإنسان المؤمن أن يفرح لكل ما يعز الدين، وهذا فرق بين المؤمن والمنافق. فالمنافق يكره ويتألم عندما تكون للدين مكانة وعزة وقوة وشكيمة، والمؤمن عكسه، يفرح عندما يكون للدين مكانة وعزة وشكيمة وقوة.